رقم 10 افضل لي منه. حلو حلو انت السار. كلامك عيل انت الان العمليه ممكن يكون يوسف على اليسار على طرف اليسار رقم 10 ممكن ما عندك مشكله فيها العمليه فيها مرونه يعني. الحين يعني كلكم تاكدون ان يوسف يلعب رقم 10 واحنا الحين مثل ما قال ابو محمد ممكن يكون يلعب على اليمين وممكن يكون يلعب على اليسار. لا على اليمين لا اليمين بلاته موجود ممكن هو يغير انا ما احنا ما ندري لحد الان. لا لا ما يصير ما يصير يلعب على اليمين. انت تقول بس ممكن لا ما اقول هذه هذه لان بلاته ثابت الحين مثل ما قلت مثل ما قلت بعد نفس الشيء ممكن يكون اكرم ويكون يوسف على اليسار ممكن بس ممكن بلاته ما يغير محله لكن على اليمين ما يقدر يغير. طيب معنا يوسف اصلا يمين. طيب اي صح. توقعاتكم شباب احمد السيد الشوط الاول كم كان؟ الشوط الاول اعتقد تعادل سلبي. نبيل خالد انا الشوط الاول اروح مع السد تقدمون. اي جاسم الشوط الاول اتوقع الوكره يتقدم. مشعل تعادل سلبي. عفوا خالد يعني شوف هي كرة قدم في النهاية فيها الفايز فيها الخسران ولكن ثبت الكلام بس من ثبت الكلام محمد الفايز بنقول له مبروك والخاسر بنقول له هارد لك خليتي يعني. روحنا رياضية يعني حتى توك توك انت تقول اللي يقول فوز الخسارة اقول لك يعني اكيد بقول لك هارد لك اي اي انت تقول اخر مباراه حق بغداد تكريم فانت الحين تقول الفريقين والخسران وقالوا احنا راح يداوي لحد الان ملعب 90 دقيقه نقول لك مبروك. مشاهدينا الكرام تغوياكم الان الى الملعب والتعليق لك يا خالد الحديد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل خالد جاسم شكرا لضيوفك الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان من الأستاذ أحمد بن علي بنادي الريان اللقاء الذي يأتي وثاني لقاءات ربع نهائي كأس سمو أمير البلاد المفدى عندما يواجه السد نادي الوكرة. نعم تقولون بأنها مكررة وأقول لكم بأنها هي الرابعة هذا الموسم ونعلم تماما ما تحمله هذه اللقاءات من ندية كبيرة. هنا عناق بلا شك على من يكون الأفضل هذا الموسم بعد ما غادر حامل اللقب هذه البطولة وأصبح للحيل ينتظر من سوف يلتحق به إلى مقعد في نصف النهائي. أرى بأنها ستكون ملحمة كروية كبيرة جدا. أكرر بأنها الرابعة أكرر بأنها ما بين أفضل فريقين هذا الموسم. واحد يقول ومين قال لك أفضل اثنين؟ أقول لك للقاب تقول أنت اليوم أمام لقاء لبطل الدوري بين قوسين وبطل كاس قطر بين قوسين إذن أليس هما الأفضل؟ ألقاب الموسم وين موجودة؟ موجودة في أرضية أحمد بن علي ما بين السد وما بين الوكرة ولذلك فإنه اللقاء الأفضل هذا الموسم بين بطلين. ما تحصلها
ما تحصلها في أي مباراة أخرى. هذه المواجهة ما بين بطلين في هذه الموسم، في هذا الموسم ألقاب الموسم موجودة يمين والشمال. من يتابعنا عبر قنوات الكأس الرياضية، هي الرابعة، هي الرابعة. واحد منهم بيطلع برا والثاني راح يواصل ونتابعه. نعم، هذه الليلة هنا في هذا اللقاء السوبر ما بين الاثنين، تعادلان في القسم الأول، قلنا ماشي علي رحمة، تعادلان في القسم الثاني، قلنا معليش يا بني يطو، وبعد ذلك أتى التعادل في كأس قطر يا وسام، لكنك خرجت بركلات الترجيح بعد أن دخل عمير سلاح علي رحمة السري. عموما مشاهدين الكرام، متابعينا، محمد الشريف من يقود هذا اللقاء، يساعده زهي الشمري، مساعد ثاني حمد العجي، والحكم الرابع يوسف الشرشني، يقيم الحكام جاسم الهيل. يا من تتابع، يا من تشاهد، أبناء الجنوب في الجيتي اليسرى باللون الأخضر والأصفر، ولدينا سد في الجيتي اليمنى باللون الأبيض والأسود، ألوانه المعتادة. قمة، انطلقت قمة، وليلة يبدو من عصاريها أنها ليلة جميلة جدا، تحمل من الإثارة الكثيرة والندية الكثير. وهذه لدينا انطلاق الآن في الجهة اليمنى، خطيرة لمصلحة الزعيم عن طريق أكرم، الكرة الأولى والخطر الأول والإبعاد يأتي إلى ركنية، كاد الزعيم أن يفعلها، ولكن الكرة من أمام يوسف عبد الرزاق إلى خارج أرضية الميدان. أذكر سريعا تشكيلة الزعيم، هل كان متسللا؟ لا ما كان، لكن بسرعة أكرم عفيف تحس أنه كان متسلل مترين قدامهم، لكنه لم يكن متسللا، وكاد لولا نبيل عرفان الذي أبعد الكرة إلى ركنية. تلعب الآن، الركنية أبعدت، وصلت لعمر صلاح، عنده الكرة يحاول أن يمر، لا زالت الكرة لدى الأردني، تعود محمد وعد، الكرة، القتال، الصراع الموجود هنا، محاولة دالة وإبعاد من بوعلام إلى خارج أرضية الملعب. خليني بس أروح لتشكيلة وسام. وسام يأتي بمشعل برشم، عبد الله اليزيدي، بوعلام، طارق سلمان، أوتافيو، وسط مع محمد وعد، وعودتي أوريبي، يوسف عبد الرزاق، غونزالو بلاتا، أكرم عفيف، وبغداد بنجاح الذي يبدو أساسيا كما كان في اللقاء الماضي طبعا أمام المرخية. هنا لدينا كرة الآن عن طريق الجميل دالة، الحلو دالة، حلال المشاكل دالة بالنسبة لي الوكرة. ولدينا تشكيلة علي رحمة، يبدأ بمحمد البكري، نبيل عرفان في الجيتي اليمنى، سان سيبري، لوكاس، ولوكاس منديز متولي في الجيتي اليسرى، حمدي فتحي. هذا التغيير الوحيد على تشكيلته أمام الريان في نهاية كاس قطر، لأنه كان رابح يحيى في الجيتي اليسرى. اليوم يبدأ عبد العزيز، متولي، عمر صلاح، حمدي فتحي، أيوب عسال، جيليسون دالة، خالد علي، ومحمد بن يطو. هي تشكيلة نادي الوكرة من خلال هذه المواجهة. هنا لدينا الكرة، محاولة مرور، يزيدي يعيدها في الجهة اليمنى، عبد الله الظهير الأيمن الذي شاهدناه في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والذي قدم أداء جميلا جدا، بل إنه سجل هدفا رائعا في تلك البطولة. غونزالو، خذوهات، كرة مقطوعة، تعود الآن إلى لوكاس مينديز، ضغط يأتي من بغداد، لعبت الكرة الأمامية، خالد يمر بصورة ممتازة، خالد علي يسقط، صافرة موجودة، خطأ لمصلحة خالد علي. والاثنين على فكرة هو واليزيدي في البطولة قدما أداء كبيرا جدا، بل إن الهدف اللي سجله، شوف يا محاسن الصدف، الهدف اللي سجله هذا الرجل عبدالله اليزيدي كان من صناعة خالد علي، كان من صناعة خالد علي. هذا لدينا حمدي فتحي، اللاعب المصري، يحول الكرة إلى أيوب عسال، أوتافيو، أيوب يحاول يلحق على كرته، يبدو بأنه لمسها ولذلك عرف بأن الكرة قد تذهب إلى ركلة مرمى، وتحولت إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية. مباراة صعبة جدا جدا جدا، الخاسر يعني اليوم الخاسران يودعان،
أكيد يعني والفائزان يتواعدان، هذا ما قال صابر الغراوي في جريدة الراية اليوم في عنوان جميل عن مواجهات اليوم، وهي من المواجهات الثقيلة جدا على مستوى الكرة القطرية وعلى مستوى هذه البطولة التي أعتقد بأنها من أجمل أدوارها، أدوارها كل مبارياتها حلوة، دور ربع النهائي كل مبارياته جميلة، وبدينا بداية حلوة، 5 أهداف، إثارة، عودة لدحيل والذي يريد أن يعوض ما فاته، كل هذا جميل، خروج حامل اللقب وخيبة كبيرة للعرباوية، واليوم أنت أمام يعني شيء جميل من الأشياء الجميلة هذا الموسم، راح أقول لك إيش هو، لكن خليني مع حمدي فتحي. عمر صلاح الأردني في منتصف في ملعب اللقاء، صراع وسط الملعب والسيطرة والعمل والتكتيك والشغل والتعب، وعليك أن تركز على كل صغيرة وكبيرة في هذه المواجهة ما بين الزعيم وما بين النواخذة، لأنه أي خطأ صغير سيكلفك الكثير. مشعل برشم عنده الكرة، يلعب الكرة الآن عن طريق غونزالو، يحولها تعود إلى نبيل، نبيل إلى عمر صلاح، أيوب عسال إلى نبيل عرفان إلى أيوب عسال في الجهة اليمنى، لا زالت حاضرة موجودة، مرور يأتي، الله على محالة مرور، لا زالت يوسف عبد الرزاق يتدخل، والكرة إلى ركلة مرمى. شنو الشيء الحلو هذا الموسم من الأشياء الجميلة فيه، من الأشياء الرائعة، صراع الوكرة بالسد، صراع السد بالوكرة، هذه من الأشياء التي لا تنسى. يعني هذا الموسم تأجج الصراع كثيرا، وحلاوته أنه في أرضية الملعب، وجماله أنه كان الحديث عليه كثير جدا، وماكو فريق منذ سنوات، وهذه حقيقة، إلا أحيانا كان لدحيل يعملها، أنه ينشف ريج شوي السد، ماكو. وخليني أكون معاك صريح، مو وايد اللي يسوونه، إقلال اللي عذبوني شوي، اللي وقفوني شوي الزعيم، والزعيم نعلم سيطرته وهيبته وقوته، لكن الوكرة هذا الموسم لديه كلام آخر. هذه كعب أكرم، وصلت إلى من؟ إلى اليزيد، يحاول لكن معاه خالد علي، والخطأ الذي يحتسب لمصلحة الزعيم. كرة منقولة في الجهة اليمنى، كل ما مر الوقت كل ما زادت الجماهير الموجودة في أحمد بن علي، ونتمنى أن تكون أكثر وأكثر. محاولة الآن عن طريق يوسف، يمر لكن هناك راية وتسلل، لكن بيني وبينك يا من تتابع، اللي يشوف المباراة، اللي تابع المباراة الآن وانت قاعد في مجلسك ويمك صاحبك، سأله قل له يلا، قل له مين يفوز، حتى لو كان وكراوي لو كان سداوي، بتشوفه يقول لك بيعطيك هذه اللي يقول لك خلاص، اعلم ان هذه المباراة لا يمكن التكهن بها، صعبة صعبة صعبة، أحداثها صعبة، أمورها صعبة، لا تعلم من اللي فايق، من اللي رايق، من اللي مركز، طبعا من خلال مجريات التسعين ولربما تكون أكثر. هذه كرة الآن بنيطو إلى أيوب عسال، يحاول أن يمر لكن أيضا واحد موجود، كرة عانت عن طريق طارق سلمان، حولها في الجهة اليسرى، موجودة الكرة من أوتافيو أمامية لوكاس، استلام حلو، يعجبني اللاعب اللي يؤمن تماما بقدراته، وفي أحلك الظروف تجد بأنه يستخدم مهاراته للسيطرة على الكرة لبناء اللعب وعدم الاستعجال. هذا محمد البكري يلعب الكرة الأمامية راسية، محاولة تعود إلى دالة في المنتصف، حمدي إلى دالة، دالة خذها لف ودار، وبعد ذلك اتخذ قرار التمرير إلى بنيطو، عاد دالة، أيوب عسال في الجهة اليمنى، عسال عنده أيوب، يحاول أيوب يعيدها إلى نبيل عرفان، نبيل لوكاس مندس، يتراجع الزعيم الآن، استحواذ موجود بالنسبة لنادي الوكرة، سان سيبري عالية أمامية لكنها لدى مشعل برشم، لدى مشعل برشم، تفوق الميداني، الانتشار، هال الثمان التسع دقائق تحس إنه الوضع في ماس، الوضع في كهرب، الوضع في مشاكل جاية على الدرب،
الوضع بس يبي له كم دقيقة وتشوف بأن الأمور تتحول إلى عاصفة هوجة لا تعلم ما ممكن أن يحدث ولا تستطيع أن تتنبأ بها. كرة في الجهة اليمنى، هذا أبو علام عن طريق عبد الله الأزيدي. الضغط الذي يأتي من بريطو، شوف ضغط الوكرة يخوف، ضغط الوكرة يخوف يا زعيم، فاحذر فإني لك من الناصحين. لدينا رأسية الآن، الضغط الذي يأتي من متولي على بغداد، والخطأ الذي يحتسب الآن لمصلحة السد. سلامات لبغداد. هذا عبد العزيز متولي. محمد الشريف يعني 10 دقائق اهدى، خطأ جاي بهذه الطريقة، بهذا الاندفاع، بهذا العنف. ترى راح أشوف فيها بطاقة. بغداد زعلان، قال له ترى دخل فيني دخلت يعني طابور عيش، لكن المسألة من خلال هذا التدخل. سلامات يا بغداد، وحاسب يا عبد العزيز. شوف عصب لأنه قوية. هذا تدخل أحيانا ترى ما يكمل مباراة. هذا أحيانا أقول لك تدخل ما يكمل مباراة. وإن كنتم تذكرون التدخل الذي كان على 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 مين؟ على نيمار في كأس العالم في البرازيل أمام كولومبيا. نفس الحركة، ركبة ظهر، أسفل الظهر الهوى، وقال إلى المونديال السلام عليكم. ولذلك نتمنى أن تكون خفيفة، لأنه أشوف شوي كل شوي حاط إيده على أسفل ظهره. بغداد منجاح. عموما هذه كرة أكرم في الجيتي اليمنى، أكرم ناحية غونزالو لأكرم. أكرم اليوم يعني وسام عطاء الماستر كي. شلون راح افسر لك، لكن خليني مع اكرم. يمرر الان الكره غونزالو، كعب عالي لكنها تعود. عمر صلاح عنده الكره، عمر صلاح في المساحه، راح ايوب عسال في الجهه اليمنى لمصلحه الوكره. ايوب، ضغط على ايوب، 2 على ايوب، 3 على ايوب، لكن ايوب يتراجع للخلف ويعيد الكره الى نبيل عرفان. نبيل لوكا سانسيبري لوكاس، شغل الوكرة في 2 ترى ما عليك يعني. اوكي دالة، اوكي انت يا بني الطو شغلك حلو يا بس عندهم 2 ترى ماشيين الامور مثل ايوه الاثنين هذول. يمكن تستغرب لو اقول لك لوكاسين، بو مينديز، انت يا بو مينديز وانت يا بو سانسيبري، هذول الاثنين ترى ثلاجة يعني أعصاب ماكو، هدوء موجود، السلام تسليم، رؤية، انضباط، يعني عاملين ترمومتر لأداء الوكرة في عملية الاستلام في الخط الخلفي. ها ومعطينك دلالة على أنه الوضع عادي، وأمام مين ما تدري، وأمورهم دائما هادية، وعندهم كرتهم حلوة، وما يخافون ويمررون ما بين الخطوط بطريقة ممتازة. هذا باولو الآن في العمق عن طريق بغداد، لكن شوف هذا سانسيبري، ويجيك يكمل عليهم حمدي في عملية اختطاف الكرات وعودتها. بعد ذلك عمر صلاح لخالد علي، خالد علي يعيدها إلى حمدي، حمدي يشوف عسال بعين ويمررها بالعين الأخرى لتصل لدى أيوب. أيوب في الجهة اليمنى، أيوب عرضية موجودة على قوس 18، عادت محاولة الزينة لكنها صدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة السد عن طريق مشعل برشم. شوف تواجد أمر اللي يحضر الملعب ويشوف من فوق، راح تشوف صورة وقفة لعيبة الوكرة تخوف. شغل انتشار، كل لاعب مع الآخر، العمل الموجود، لكن أي غلطة هذه تشكيلة، أي غلطة هذه وقفة، أي غلطة مع السلامة، مع السلامة، لأنه لاعب مع لاعب، أي تفوق 1-1 يعمل لك مشاكل.
يعمل لك مشاكل، أي مرور واحد لواحد يعمل لك مشاكل بالنسبة لعلي رحمة، لكنه حتى الآن في 14 دقيقة يسير بشكل جيد. هنا سقوط آخر لبغداد منجاح، هذا تدخل، هذا تدخل وسقوط على أو لبغداد بعد أن تدخل أيوب عسال. خطأ موجود لمصلحة نادي السد، هذا أكرم عفيف. وموضوع الماستر كي، شنو موضوع الماستر كي؟ لما يكون عندك ماستر كي يعني باستطاعتك أن تدخل أي غرفة، تروح أي مكان عادي، ما عندك مشكلة. هذه لدينا كرة مقوسة وصلت إلى محمد البكري، وسام معطي أكرم الماستر كي، دش أي غرفة، روح أي مكان تبي، بوجود مين؟ يوسف عبد الرزاق وغونزالو على الأطراف، وهو قدامك يا أوريبي، أنت يا وعد، عيش حياتك يا أكرم، أي مكان تبي تروح أنا معك، لا تتغيد، خذ أي نعم. ولذلك راح تشوف راح يعمل مشاكل، ما يبي حد يكون رقيب عليه، ولذلك صعب أن تعمل رقابة على أكرم في شوطي اللقاء الأول حتى الآن. لكن على أكرم أن يعي، كلما تراجع كثيرا للخلف كلما سبب مشكلة لفريق الزعيم. رمية جانبية الآن، أيوب وعد وأيوب، ويا ليت كل واحد ياخذ من نص ما نصيب، انك تكون ايوب يا عسال ويكون عسل تعاملك، وانت خذ منه وعد يا محمد، ها وخلي الامور تسير. وهنا لدينا كرة تلعب وراسية حمدي فتحي، خالد علي الى دالة يريد ان يرى اين بنيطو، لكن بنيطو كان يطلب الكرة في المساحة. كرة الان عادت من وعد، وصلت لدى بوعلام الى مشعل برشم، يتقدم لاعبو الوكرة، كلما عادت الكرة لدى مشعل برشم. شوف هذه اللقطة، ولا وكلما بعدت راح اشوف اللقطة بشكل مختلف تماما. لدينا الان الكرة التي تلعب امامية سان سيبري، حتى في الابعاد يمول لاعيبة الوكرة، تعود الان عن طريق اوريبي الكولومبي في الجهة اليسرى. يا سلام على اوتافيو طارق سلمان في عملية الاستلام، فريقين ما عندهم مشكلة تحت الضغط، يجيدون التعامل مع الكرة. هذه كرة أوروبي في مسألة التمرير عن طريق غونزالو، التدخل الذي يأتي، شوف الشراسة الموجودة، وكرة أيوب يا عيني، حمدي فتحي إلى أيوب، وبعدت وصلت غونزالو دالة، لكن أيضا طارق سلمان في عملية الإبعاد، راح شي يوده شي صيده شي يجيبه، إذا راح علوم يا أكرم، يا على أكرم عفيف عندما مر التمريرة هذه، إذا فلت ماذا يمكن عساك أن تفعل مع أكرم؟ سدد كرة قوية لكنها ذهبت، أوبا، يدوب احتلت العارضة وتحولت إلى، لامست، عملت تتش للعارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، لكن تمريرة أوريبي تدرس، جميلة جدا، لعبت خلف المدافعين وانطلاقة كانت حاضرة من أكرم، وكاد أن يسجل أول الأهداف بالنسبة لي الزعيم. أخطر الكرات للسد، أقوى الكرات للسد، الأخطر، راح أقول لك السد، راح تقول لي ليش ما هم 50-50؟ أقول لك نعم، هي حرية أكرم هي اللي عاملة الفارق، حرية أكرم، نعم، برافو وسام على هذه الخطوة، حرية أكرم هي اللي عاملة الفارق. هذه كرة الآن، عمر يحاول، صلاح مايمور من باولو إلى يوسف عبد الرزاق، الضغط الذي يأتي، تعود الكرة مرة أخرى إلى محمد البكري، لوكاس مينديز، عمر صلاح يتحرك في كل مكان،
يقدم أداء جميلا جدا. وفق وفق الوكرة الوكرة في هذا الرجل. نعم لاعب الأردني الشاب الذي يقدم أداء جميلا جدا مع نادي الوكرة في وسط الملعب بعدما كان طرفا في الجهة اليسرى. هذه لدينا الكرة الآن سقوط في أرضية ملعب. سلامات لمحمد بن يطو. سلامات يسقط في أرضية الملعب وابو علام ينتظر ليطمئن على بن يطو لكنه يقف بعد ذلك. الجزائري الحاضر صاحب 34 سنة في آخر موسم له مع نادي الوكرة. هذه لدينا الكرة الآن تلعب من بغداد لكنها وصلت لمحمد البكري. 19-20 دقيقة فيها من الأفكار ما فيها، فيها من العمل ما فيها، فيها من التكتيك ما في. يشوف عكس ما شاهدناه في لقاء الاتحيل والنادي العربي. 10 دقائق 4 أهداف شغل أهداف يعني جاية ورايحة لكن اليوم تكتيك عمل غير انضباط عالي جدا ما بين الفريقين. وهنا لدينا غونزالو 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 غونزالو. الله بدأت الحكاية وسجل بغداد. بدأت الحكاية وسجل بغداد بنجاح أول أهداف الزعيم. تأتي الآن عند الدقيقة 20 لم يتوانوا. نعم مرور أتى في الجهة اليمنى وبعد ذلك هو هدافهم. هو يعرف طريق المرمى، هو يسجل في كل لحظة تسلح له الفرصة وبذلك يضع الآن السد في المقدمة عن طريق بغداد بنجاح. يسجل أول أهداف المواجهة بعد العمل والمرور في الجهة اليمنى. هذه الكرة التي وصلت وهذا المرور الله على الإكوادوري مر وبعد ذلك ترك وحيدا بخمسة أسماء بكثافة عددية. كيف سجل بغداد؟ لأنه يحمل من الذكاء الكبير والكثير ولذلك استطاع أن يضع لدينا الزعيم. شوف عكس اتجاه البكري من أمام 2 مدافعين حطها وكأنما يمرر في المرمى ويقول له خذ أحد أهدافي وبالفعل يفعلها الآن الزعيم ويتقدم بهدف مقابل لا شيء. 1 بغداد. بدت الأمور الآن بدت وسجل الزعيم أول أهداف هذه المواجهة الكبرى. ماذا سيكون رد الوكرة؟ رد الوكرة من يريد أن يواجه الدحيل؟ من يقدر على أن يقف أمام الطوفان؟ إما سد وإما موج عالي سنرى ذلك. هذه لدينا كرة لعبة أمامية وصلت لدى البكري. سيناريو آخر لقاء تقدم من خلال الزعيم بهدفين، عاد بعد ذلك الوكرة بهدفين. هل يتكرر هذا الموضوع؟ وهل استفاد كل مدرب من الدرس؟ من الدرس، درس انه مثلا درس وسام اذا تقدمت لا اتراجع، لا اتراخى، وكذلك اللاعبين، والعكس بالنسبة لعلي رحمة عندما أواجه الزعيم لا أتأخر فإن العودة لا يمكن أن تكون في كل مرة. هذا لوكاس سانسيبري يلعب الكرة الأمامية لأيوب عسال في الجهة اليمنى. هو صراع آخر ما بين باولو وما بين أيوب. الاثنين عندهم صراع لكن وصلت إلى دالة يضع كرة خطيرة والإبعاد يأتي من مشعل برشم كاد أن يفعلها. سدد كرة خطيرة جدا إلى بن يطو. يحاول بن يطو عنده الكرة ينتظر يريد والكرة بعد ذلك من بوعلام تبعد بكل سهولة. وصلت عن طريق أكرم بغداد تصل من غونزالو. بطاقة صفراء محمد الشريف يشير البطاقة الصفراء لعبد العزيز متولي ويقول له بأنني لم أفعل أمرا شيئا في اللقطة الماضية. لكن محمد الشريف قال أنه نعم أنت عملت له ديلي في عملية الخروج. وهنا لدينا كرة جيليسون دالا والتسديدة
في عملية الإبعاد من مشعل برشم. الكرة التي ضربت الأرض وكانت خطيرة على مشعل برشم. كرة تلعب الآن لوكاس مينديز سان سيبري. لوكاس كرة لنبيل أو هذا عبد العزيز متولي غيروا مكانه قالوا له أنت لا أنت روح الجهة اليمنى وخليك وخلي نبيل جهة اليسرى غير مكانه. علي رحمة غير مكانه. أحيانا تضبط وأحيانا ما تضبط. أحيانا يعني تضبط الأمور وأحيانا ما تضبط الأمور. ليش اللاعب أحيانا يقول لك ليش يعني ما يشوفني كفو ما يشوفني زين ما يشوفني، والمدرب يعني يرى مصلحة الفريق في النهاية وعلى اللاعب أن يتقبل ذلك. الآن أصبح عبد العزيز متولي ظهير أيمن ونبيل عرفان لأن جونزالو بديميل يمين يعني هو موجود يمين وبغداد يميل بشكل كبير على اليمين وأكرم موجود، ولذلك قال لك لا خليني أشيل نبيل ووديه جهة المعارك. لدينا الكرة الآن تلعب إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. 25 دقيقة مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان على مستوى لقاء ربع النهائي الثاني الذي ينطلق هنا في السد أحمد بن علي ما بين السد والوكرة، ويتقدم السد بهدف مقابل لا شيء عن طريق بغداد بنجاح. هذه لدينا الكرة الآن لدالة في الجيتي اليمنى. دالة يحاول تدخل يأتي من باولو إلى ركلة زاوية إلى ركلة زاوية لمصلحة الوكرة لمصلحة الوكرة. ركلة زاوية تأتي الآن. حلو الحضور يعني مقبول مقبول جيد الحضور جيد يونس يشرح يعني حلو الحضور حلو الحضور. لدينا الآن ركلة زاوية وعندك من الأسماء الموجودة داخل منطقة الجزاء 5 أسماء وكروية وثلاثة على القوس وثلاثة على القوس. شلون راح تلعب؟ فيها خطة فيها شيء. هذه كرة خالد علي التي تلعب على الخام الأول خطيرة رأسية أبعدت عادت إلى نبيل عرفان. نبيل يلعب الكرة الأمامية محاولة وصلت في الجيتي اليمنى خطأ يأتي الآن على سان سيبري اللاعب الأسترالي بعد أن أعاق أكرم عفيف. نعم خطأ موجود لمصلحة نادي السد عن طريق أكرم. عنده الكرة أكرم يحاول أكرم يحيطها ناحية باولو. باولو بلمسة جميلة بوجه القدم تصل. التدخل من حمدي فتحي. الصراع الشراسة موجودة في وسط ملعب الوكرة. شراسة ما يمر خطأ يعني شراسة قوية جدا لأن أي مرور راح يسبب مشكلة، ولذلك يعتمدون على الشراسة في استخلاص الكرات، بل إنه الأداء الرجولي في عالم كرة القدم. هذه لدينا مشعل يلعب الكرة الأمامية في الجيتي اليسرى عن طريق بغداد لمسة ليوسف عبد الرزاق. يوسف عند الكرة يحاول يوسف يريد أن يدخل منطقة الجزاء يلعب الكرة العرضية إلى محمد البكري حارس مرمى نادي الوكرة. يلعب الكرة عالية للأمام الصدت وصلت ريبي بذكاء براسية إلى مشعل برشم لكنه لا يستطيع أن يمسك بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية رمية جانبية. واحد يقول وين الهيدوس يسأل مثلا أقول له في دكة البدلاء. وين التشيكا المحترف الجديد أقول له في دكة البدلاء. وين حزباوي أقول له في دكة البدلاء يا أخي. يقول لي زين في عندهم واحد اسمه علي أسد لك في دكة البدلاء وهاشم علي ومصطفى طارق وأحمد سهيل ومصعب وبيدرو العائد من إصابة. أقول لك قول ما شاء الله هذا كله موجود نعم في دكة بدلاء الزعيم. لدينا رمية جانبية الآن
في الجيتي. اليمنى تلعب من لوكاس سانسيبري على داخل منطقة الجزاء. بغداد يحاول لمسة إلى أكرم. أكرم أين السرعة؟ يقول نعم بأنها هنا. غونزالو أين المهارة؟ يقول نعم. أوريبي أين التمرير؟ يقول نعم وهنا غونزالو. لكن في النهاية نبيل عرفان يأتي ويقوم بعملية إبعاد الخطر والكرة التي تصل لدى أكرم. هذا أكرم وحرية أكرم وتمرير أكرم وعمل أكرم. بنيطو خطأ لمصلحة الوكرة. بطاقة صفراء لعبد الله اليزيدي. بطاقة صفراء لعبد الله اليزيدي وهي البطاقة الصفراء الثانية على فكرة في المواجهة بعد عبد العزيز متولي الظهير الأيمن بالنسبة للوكرة. الآن يتحصل كذلك نعم الظهير الأيمن بالنسبة للسد عبد الله اليزيدي البطاقة الصفراء واحدة بواحدة. والسد يتقدم نص ساعة مشاهدينا الكرام متابعينا على أحداث شوط اللقاء الأول. وهنا لدينا كرة الهدف. كرة الهدف شو ست أسماء. ست أسماء نسوك. نسوك يا بغداد. نسوك يا بغداد. ولكن أمثل بغداد ينسى ما ينسى. داخل منطقة الجزاء أول واحد تتذكره. أول واحد تروح له. أول واحد تسأل عن عنوانه وعنه. هو بغداد منجاح والذي استطاع أن يسجل رغم الكثافة العددية. ربع ساعة لنهاية أحداث شوط اللقاء الأول ما بين السد والوكرة. ولا زال الزعيم يتقدم بهدف مقابل شيء. كرة الآن تلعب في الجهة اليمنى. رأسية موجودة من نبيل عرفان. تدخل بغداد. بغداد. العين على بغداد. فهمتوها؟ العين على بغداد. وبس. وبس. العين على بغداد. أنا أقول. هذه رمية جانبية. محاولة موجودة رأسية من لوكاس. التدخل الذي يأتي. الكرة التي تنقل عن طريق غونزالو. حولها بلاتا في الجهة اليسرى. هذا باولو. هذا باولو. انطلاقات جميلة. كرة حلوة. بغداد للثاني. نعم لكنه البكري هذه المرة. يقول لا يا بغداد. يقول لا يا بغداد. لكن هنا لدينا تسديدة بعيدة من وعج إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من كرة. السلام يعود كما عهدناه. هداف بالفطرة يقدم أداء كبيرا جدا. نعم ويقدم شيئا آخر داخل منطقة الجزاء. داخل منطقة الجزاء ترى طلاب وايد. طلاب وايد. ليبونا وايد. العيون عليه كثيرة. لكن انت تقدر تجيب اللي احسن منه؟ هذا سؤال. تقدر تستفيد منه؟ هذا سؤال. وهل ترى بانه للسنوات؟ هذا سؤال. قرار لا عندي لا عندك عند اصحاب القرار. هذه لدينا كرة الان تلعب عالية. راسية بغداد. نبيل يعيدها الى محمد البكري. لا خطورة تذكر بالنسبة للوكرة على مرمى الزعيم. ما في خطورة. ما في خطورة. يدوب تسديدة دالة. غير ذلك لم أرى عمل على مرمى مشعل برشم. لم أرى خطورة على مرمى مشعل برشم. لم أرى يعني هدف يضيع بالنسبة للوكرة. لا ما شفت. يفداكم الكذب. ما شفت يعني يدوب تسديد الدالة ويعني الإبعاد اللي كان هنا. كان من المفترض أن يكون لربما خطأ لمصلحة خالد علي لكنه لم يحتسب من محمد الشريف. كرة عادت وصلت لي عمر صلاح. عنده الكرة يحولها في الجهة اليسرى. سيضغط. سيضغط الوكرة. سيضغط. لن يتوانى عن هذا الأمر. لن يستسلم. أعلمهم أعرفهم راعين بال وراعين طويلة. هذه الكرة الآن أبعدت. وصلت لدى أكرم لكنها طالت على أكرم إلى خارج أرضية الميدان. الكرة الآن تلعب رمية جانبية. رمية جانبية.
حمدي فتحي. هذه اللقطة التي تصدى يدوب تصدى لها محمد البكري بطريقة جميلة على طريقة الحراس الألمان. هذه لدينا الآن كرة وصلت لعمر صلاح يمرر لدى بنيطو. بدأوا يعملون الآن، بدأوا يشعرون بالخطأ. كرة عسال لم تصل، وهنا لدينا لوكاس مينديز. شوف ذكاء، شوف لف ودار وراح بغداد. خلاص انتهت مسألة بغداد في العملية في اللقطة الماضية. هذه لدينا كرة لكنه أكرم في عملية استلام. سام سيبري الدخل، أيوب عسال. خطأ لأيوب عسال، خطأ لأيوب عسال. بعد تدخل باولو تافيو، نعم حرم من أن يصل إلى الكرة، وهذا خطأ يعني في عالم كرة القدم. نعم خطأ في عالم كرة القدم أن تحرم المنافس من أنه يأخذ كل فرصته في المنافسة على الكرة. هو لذلك أتت الصافرة وأتى الخطأ لمصلحة نادي الوكرة. كرة تلعب الآن عن طريق من؟ الله على السلامة، كان حلو لكن أيضا بوعلام في الاستخلاص كان أجمل. هذه لدينا الآن، انظر إلى العمل الموجود في منتصف ملعب اللقاء. عمر صلاح يمرر لدى دالة، التدخل الذي يأتي الآن والكرة التي تعود لمشعل برشم، لمشعل برشم. كرة عادت، تحولت لدى طارق سلمان. 10 دقائق على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول، 1-0. مباراة فيها عمل كبير، مباراة فيها تحركات كبيرة جدا. هذه الكرة وصلت لدى دالة، دالة لربما يعطيك بعضا من السحر. وغضب يأتي الآن من دالة، غضب يأتي الآن من دالة، لأنه يرى بأنه قد ظلم في عملية الخطأ في الكرة الماضية. جنيلتون، شوف هذه اللقطة، وهنا الصافرة التي تأتي على دالة. يتحصل دالة على بطاقة صفراء، ولدينا الآن خطأ يأتي لمصلحة نادي السد. خطأ موجود، قرار من محمد الشريف، والآن يذهب إلى علي رحمة وراح يعطي بطاقة صفراء. ولا سعود، سعود الخاطر، سعود الخاطر، سعود الخاطر، ولا ما أدري أعتقد سعود، يمكن سعود أو مدرب الحراس، مش عارف. هنا لدينا كرة مطالبة بركلة جزاء بالنسبة لبغداد، لكن حكم اللقاء يأمر بالاستمرارية، ولربما يعود للفار إن استدعت الأمور إلى ذلك. وإن كان هناك خطأ لمصلحة نادي السد، هذا أيوب عسال يسقط في أرضية الملعب، الكرة تعود إلى يوسف عبد الرزاق. الكل يطالب بالأخطاء، الكل يريد الأخطاء، الكل يبحث عن الأخطاء، والكل مركز مع محمد الشريف. الكل مركز معه، الكل مركز معه، الكل. شوف هذه اللقطة يعني شوف، يفداك الجذب برا، يعني إن كان فيها خطأ برا برا برا، إن كان فيها خطأ، ولذلك الفار لن يتدخل. سيدي إن كان، أنا أقول إن كان، واحد يقول لي زين لو فيها خطأ فيها بطاقة حمراء لأنه هو منفرد بحارس المرمى، أقول لك نعم، لكن الفار إذا رأى فيها خطأ راح يقول لك والله يا رجل تعال أعطي بطاقة حمراء. لكن أترك القرار للفار. هذه هل كان فيها شيء؟ القرار لك يا فار، انت تتابع، اوكي تابع، شوف
ما عندي أي مشكلة، لكن القرار مو عندي، القرار عند الفار. هل يرون بأن لوكاس كان يعني عامل خطأ ويستحق البطاقة الحمراء لأنه خارج، لأنه هذه الإعادة. ها أنت مع مين؟ شوف، في شغلة بس أنا ما أقدر أقول، لأن هالأيام لما تقول رأيك في حالة تحكيمية يقولون أنت مع هذا، أنت تحابي هذا، أنت تحب هذا، أنت مش وأنت لا وأنت لا. خليني بعيد أقول لك، خليني بعيد يقول لك نعم، يعني امشي جنب الحيط. أنا بمشي جنب الحيط، ما راح أقول لك رأي، لا أنا لي فيها رأي، بس لا أنا خواف. يلا ايش تبي؟ عندك معاي شيء؟ ما راح أقول رأي، انتظر الآن، انتظر قرار الفار ماذا يقول الآن، وأنا انتظر معكم يا رون. أنا عندي قرار، وهذه محتاجة خبرة واحد لعيب كرة يفهم. لكن الآن لازلنا ننتظر، طولنا ترى، ودام طولنا بيقولون له تعال، دام طولنا بعد يمكن يكون متسلل، وهذا اللقط كله يروح. والله شكله متسلل حتى، يعني لو شوف لو كان متسلل اخواني اللي في الفار، مع كل احترام والتقدير، لو كان بغداد متسلل اخواني اللي في الفار، ترى انتوا يعني ما بي، يعني لو كان متسلل بغداد، لانه فيها حتى شك، فيها شك تسلل، الله اعلم، فيها شك تسلل. طولنا مع قرار الفار، لكن دامهم راحوا هذه اللقطة تأكدوا انه ما فيها تسلل، هم تأكدوا انه ما فيها تسلل، لكن الله اعلم، لكن النظرة الاولى تشككك انه فيها تسلل. هذه اللقطة الان القرار لدى محمد الشريف. ماذا لديك يا محمد؟ لا تقول لي تسلل، راح ازعل، والله ازعل اذا تسلل، راح ازعل، لان ليش طولتوا دامها تسلل؟ لا تقول، شباب حكام الفار، مع كل الاحترام والتقدير، اذا كان فيها فار من الاول يا اخي روح على لقطه الفار وانتهينا، في ثواني تخلص، خمس دقائق واخر شيء تسلل، يعني اسمحوا لي اخوان، لا اسمحوا لي، لا الوضع، أنا آسف، بس اللي صار هذا مضيعة للوقت، نعم أقولها الصراحة، اللي صار هذا مضيعة للوقت بالنسبة للإخوان اللي في البار، اعذروني مع كل الاحترام والتقدير لكم. إي والله الرتم كان طالع وراحت علينا، يلا ما في مشكلة، كرة تلعب الآن في الجهتين اليسرى، وصلت رأسية إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى، واحد ارتفع ضغطه، واحد يبي آخر شيء تسلل، ما من الأول، لدينا ركلة مرمى، لأنه من الوهلة الأولى اللقطة كان فيها شك من تسلل، لكن ما أدري سبب التأخير لماذا، يلا عذرهم معه. ركلة مرمى، وعلام على تنفيذ ركلة المرمى، وصلت الآن الكرة التي تعود ناحية أوربي، إبعاد يأتي من وعلام، كرة أمامية، رأسية بغداد، سانسيبري يتدخل، وصلت الآن لخالد علي، سقوط بغداد في أرضية الملعب، سلامات لبغداد منجح، سلامات لبغداد بنجاح، هذه التداخل الرأس بالرأس في اللقطة الماضية، لكن دائما ما نتحدث عن السلامة، دائما ما نتحدث عن السلامة، سلامة اللاعبين أهم طبعا من كل شيء، والآن بغداد يسقط في أرضية الميدان، إن شاء الله الأمور سليمة، إن شاء الله يستطيع أن يكمل اللقاء
في عمليه اشتراك طبيعيه ما بين الاثنين، عاديه طبيعيه، شوف عاديه جدا اللقطه الماضيه. ولذلك لكن علينا يعني كان في تلامس ما بين راس بغداد وراس لوكاس في الكره الماضيه، والان كره طبعا حكم كان يريد فقط ان يطمئن، ما فيها خطا، ما فيها اي خطا على الاطلاق على الاطلاق. هذه لدينا جماهير الوكره الحاضره المتواجده في استاد احمد بن علي تتابع هذه المواجهه وتامل ايضا بتكرار انه هذا الموسم السد لا يتجاوزنا، لا يمكن ان يتجاوز. هذه اللقطه اللي طلب من خلال، لكن في البدايه كانت هناك رايه وتسلل على بغداد بنجاح. لدينا كره الان وصلت لسان سيبري لوكاس في الجهه اليمنى، عبد العزيز لا تمر من باولو اماميه، لوكاس سان سيبري يبعدها الى خارج ارضيه الملعب، رميه جانبيه لمصلحه الزعيم. دقيقه الاخيره من احداث شوط اللقاء الاول، رميه جانبيه لمصلحة السد. باولو، باولو على تنفيذ الرمية الجانبية، تجد وترى بأن الزعيم أو السد يحاول على الأقل أن تهدأ الأمور في أرضية الميدان، أن تهدأ الأمور. نعم في 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 قتل يعني رتم هذا الشوط بطريقة ذكية جدا. هنا لدينا الكرة الآن تلعب على مستوى القائم الثاني لكنها وصلت لدى خالد علي، خالد علي عنده الكرة يحاول بغداد بذكاء يخطفها، تصبح خطرة الآن، تصل بعد ذلك من عمر صلاح في عملية الإبعاد، حمدي فتحي في المنتصف، عادت الآن واحدة من أوروبي والبكري في عملية الإبعاد، الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هل كان هناك خطأ على لوكاس مينديز؟ شوف هذه تسديدة أوريبي القوية والتصدي الذي كان من محمد البكري، وبعد ذلك هذا التدخل، شوف ترى داخل، ترى التدخل على الخط، لكن هل في هذا وهل تستدعي هذا الأمر؟ هذا أيضا كلام آخر، هذا كلام آخر، هل كان في دعس واضح؟ هذا أيضا كلامه، هذا أيضا سؤال، كلها أسئلة، كلها أسئلة احنا نطرحها وكأننا يعني نتساءل معكم عن القرارات. هذه لدينا الآن خمس دقائق، نعم خمس دقائق وضعت على شوط اللقاء الأول، ولدينا الآن الكرة تلعب من أكرم علي على القائم الثاني لكنها بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة مرمى لمصلحة الوكرة، لوكاس مينديز، حمدي فتحي، نبيل، خالد علي، دالة، السلام يأتي في يا خالد يا علي، يا خالد يا علي، محاولة المرور في الجهة اليسرى لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، نبيل عرفان يلعب الكرة العالية رأسية بوعلام، حمدي فتحي محاولة موجودة عن طريق بغداد في الجهة اليمنى، غونزالو مع أكرم، بالفعل وصلت لدى أكرم، ماذا سيفعل؟ يمر إلى غونزالو، يمر غونزالو، يحاول إكوادوري في الجهة اليمنى كما فعل في الهدف الأول لكن الكرة بعدت من دفاعات الوكرة، وصلت لدى نبيل، نبيل يحاول الكرة إلى خارج أرضية الميدان. السد يقدم شوطا رائعا جدا، السد يقدم شوط رائع. ووسام رزق عندما يعني في المؤتمر الصحفي سألوه ترى ما قدرت على الوكرة،
ينتظرون منه جواب. قال لهم تبون يعني ترى الرد مو بالشعارات، الرد مو بالشعارات، ان شاء الله المباراه الجايه وانا اقول وانا اصرح هنا في قال لهم الرد ليس بالشعارات، الرد بالملعب. يا سلام. وقال بان الاوراق مكشوفه عند المدربين الاثنين. هذا ما قال مين؟ هذا ما قال وسام عن هذه المواجهة. هنا لدينا تدخل يأتي أيوب عسى، لكن أيضا أبو علام في عملية إبعادها الكرة، والتدخل الذي يأتي عادت لدى دالة يعيدها إلى سان سيبري، عيني على عمر صلاح في الجهة اليمنى. أيوب عسى لم يستطع أن يتفوق في الجهة اليمنى، وبغداد أصفر، بغداد أصفر، وايد خذا أصفر، ها؟ اثنين من السد واثنين أيضا من الوكرة، اثنين من السد واثنين من الوكرة. بغداد واليسيدي دالة ومتولي أيضا تلقوا البطاقات الصفراء، وهنا لدينا خطأ. دعس صح، معك كان دعسا في اللقطة الماضية على قدم أيوب عسال، ولذلك كانت البطاقة الصفراء من محمد الشريف. لدينا خطأ الآن في توقيت خطر وفي نفس الوقت ممتاز، وفي جهة خطيرة جدا وفي مكان خطير على السد ممتاز الوكرة. هل يأتي التعادل أم يمر أم ينتهي شوط اللقاء الأول بتعادل الكفة؟ هنا لدينا خالد علي على التنفيذ، تقدم عدد كبير من الأسماء، راسية بن يطو أبعدت من دفاعات الزعيم وعادت لدى عمر علي، يمررها إلى لوكاس عنده الكرة يعيدها في الخلف، وصلت لي سان سيبري حولها إلى دالة ضغط عليه من اثنين، يسقط دالة، خطأ لمصلحة دالة، والدقائق الخمس قد انتهت وصافرت نهاية أحداث شوط اللقاء الأول، تنتهي بتقدم الزعيم بهدف مقابل لا شيء سجل عن طريق بغداد منجحم. الآن أنتقل بالصوت والصورة إلى الزميل خالد جاسم، تفضل لك الكلام. شكرا للزميل خالد جاسم، عودة مجددا إلى أحداث شوط اللقاء الثاني، ويبدو بأن إلى الآن لاعبة السد لم يدخلوا إلى أرضية الميدان، فقط حمد الشريف حكم اللقاء ولاعبي الوكرة في أرضية الميدان، ويبدو أن السيد علي رحمة سيجري تغييران بدخول رابح يحيى، وسيغادر عبد العزيز متولي وخالد علي، ويدخل ناصر اليزيدي، وراح يدخل ناصر اليزيدي، إذن سيغير جبهة اليسرى بالكامل بالنسبة طبعا لنادي الوكرة. دخول لاعبة السد إلى أرضية الميدان، والسيد وسام رزق لم يجري أي تغيير. إذا رابح يحيى يأتي الظهير الأيسر وناصر اليزيدي، هكذا إذن هي الأمور. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، سنشاهد ما الذي من الممكن أن يحدث في شوط اللقاء الثاني. وهذان الرجلان بغداد وبن يطو محترفين مهاجمين جزائريين، يعني بغداد وإن كنت أرى بن يطو يعني كان يستحق مكان أكبر
مع الخضر، لكنه لم يستدعى لفترة طويلة جدا، وفي عز تألقه حتى لم يكن يستدعى محمد بن يطو. عموما أصبح لدينا الوكرة في الجهة اليمنى، انطلق شوط اللقاء الثاني مشاهدينا متابعينا، ولدينا الآن السد في الجهة اليسرى لمن يتابعنا عبر قنوات الكاس الرياضية. أذكر بتشكيل الفريقين، أبدأ بالوكرة: بكري، نبيل عرفان، سان سيبري، منديز، رابح يحيى، عمر صلاح، فتحي، عسال، دالة، بن يطو، وناصر اليزيدي. هنا لدينا الكرة الآن تقل في الجهة اليسرى عن طريق عسال، أيوب، يحيى، عمر صلاح لرابح يحيى، عادت ناحية حمدي فتحي. السيد يلعب بي مشعل برشام، عبد الله اليزيدي، خوخي، طارق سلمان، اوتافيو، اوريبي، وعد بلاتا، يوسف عبد الرزاق، اكرم عفيف، وبغداد بنجاح صاحب الهدف الوحيد حتى الان من خلال هذه المواجهه. كيف ستكون الامور؟ كيف سيظهر الوكره في الشوط الثاني؟ وكيف سيستقبل السد هذا الزخم الوكراوي في شوطه الثاني؟ كل هذه الامور، كل هذه الاسئله ننتظر من خلالها ما الذي من الممكن ان يحدث. هنا لدينا الكره الان تبعد، لوكاس مينديز عنده الكره، يلعبها ناحيه داله في المساحه، لكن ايضا طارق سلمان يبعدها بطريقه ممتازه، والكره تحولت ناحيه بغداد، لكن ايضا لوكاس سان سيبري لا يمكن ان تكتمل الكرات، لا يمكن ان تلعب الكرات، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، كل هذه الامور لا يمكن ان تحدث، لانه الفريقين يقدمون اداء كبير جدا من خلال هذه المواجهه. في الاخطاء قليله جدا، الاخطاء قليله جدا في هذه المواجهه، ولذلك ترى بان الامور يعني يدوب من فرصه وحيده في شوط اللقاء الاول تقريبا. استطاع نادي السد ان يسجل هدف المواجهه. هنا لدينا رميه جانبيه في الجهه اليمنى لمصلحه سان سيبري. لوكاس اللاعب الاسترالي الذي يجيد تنفيذ رميات الجانبيه وكانها ركنيه او اخطاء بكرات ثابته تلعب عاليه. اوريبي وحيدا، راسيه نقلت، بن يطو استلم، لف وسدد، الله، يا قرار بن يطو في عمليه الاستلام واللف والدوران، وبعد ذلك انظر، استلم، لف وسدد على طول بسرعه، لكنها جاورت القائم الايسر الى خارج ارضيه الميدان، الى خارج ارضيه الميدان. كره جميله جدا، تسديده خطيره جدا مع مطلع شوط اللقاء الثاني. هل يعودون ام ان الزعيم يقول لك لا هذه بطولتي؟ ما حد يقدر يقول لك، يعني هو اكثر تتويجا، وهو صاحب الرقم القياسي الاكثر ب 18 لقب في النسخة الثانية والخمسين. كرة في الجهة اليسرى الان تلعب عرضية، صدت في بوعلام، المحاولة من ناصر ولكنها تعود، محاولة، اوه، غونزالو بلاتا يتقدم الان، لو مرر، لو وصل، وصل، واوبا، هذا تدخل وكرة الى خارج ارضية، لم يعترض بغداد، اذا ما في شيء، دام ما اعترض، دام بغداد لم يعترض، اذا محمد البكري لم يرتكب خطأ في الكرة الماضية. هذه الإعادة على الكرة، نعم، سليم، تدخل جريء من حارس مرمى ممتاز، تدخل جريء من حارس مرمى ممتاز، لكن أي خطأ أقل جزء من الثانية كان ممكن ركلة جزاء لمصلحة السد، لكنها عدت ومرت، عدت ومرت، لا تأمن السد، لا تأمن الزعيم، هذه كرة كان أن تأتي من أكرم عفيف لكنها أبعدت. هذه الكرة الآن استلام
في الجهة اليسرى وصلت لمصلحة باولو يعيدها لطارق سلمان. النقلات الحاضرة والموجودة عن طريق مشعل برشم. 5 دقائق مرت مشاهدينا، تلعب الكرة مباشرة وكأنما مررها لمحمد البكري حارس مرمى الوكرة من مشعل برشم. وصلت الآمن البكري، السلام على هذا الفنت من أمامي أكرم عفيف. كرة الآن وصلت في الجهة اليسرى الرأسية من خوخي بعلام غونزالو من صنع الهدف، لكن عمر صلاح يا سلام أخذ الكرة بطريقة ممتازة. رابح يحيى ينقلها إلى أيوب عسال اللي نقل نفسه إلى الجهة اليسرى. شوف المدرب انت قال لك ما نفع هني، وديه هناك دالة، خليه يروح على الطرف الأيمن. ناصر خليه بجوار من بنيطو، خلي شوي الرقابة تكون صعبة على السداوية في قلب الدفاع، ولذلك زود 2، لا يلعب بمهاجمين تقريبا. وتشوف انه بنيطو يعود شوي للخلف يسحب معاه حد، وناصر يتقدم للأمام. يريدون أن يسجلون هدف كما فعل في مرمى الرياض في نهائي كأس قطر. هذا لدينا كرة أيوب عسال في الجهة اليسرى، رابح يحيى يمرر إلى أيوب عسال، يمر لكنها تعود الآن عمر صلاح، يحاول عمر صلاح طولها، عادت إلى عبد الله اليزيدي، كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية لمصلحة نادي الوكرة. ركلة زاوية للوكراوية، 18 لقب لنادي السد. الوكرة لم يحقق هذه البطولة في تاريخه، لم يحقق هذه البطولة على الإطلاق في تاريخه، وصل إلى النهائي 6 مرات. لدينا كرة الآن تلعب في الجهة اليسرى، رابح يحيى السلام موجود، محاولة تنقل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة الزعيم. 6 مرات وصل، نعم 6 مرات وصل. ما فاز باللقب، لم يفز باللقب. كل اللي موجودين في ربع النهائي كلهم دون استثناء، يعني حتى أم صلال عنده لقب، قطر، ريان، غرافة، عربي دحيل، إلا الوكرة لا يمتلك لقبا على مستوى كأسي سمو الأمير. هذه لدينا الآن كرة تلعب عن طريق محمد وعد في الجهة اليسرى، وصلت لأكرم، التقدم الذي يأتي من باولو، عرضية باولو البرازيلي، يحاول بغداد، لازال والأمور لازالت خطيرة لمصلحة الذئاب. هذا أكرم عنده الكرة، يحاول المرور، يمرر ما بين الأقدام لكنها عادت عن طريق جيليسون دالة. أمامية طالت ولا لا؟ والله ما طالت. أيوب عسال برافو، أيوب عسال ممتاز، أيوب عسال ضم، أيوب عسال مرر، وصلت لحمدي فتحي في الجهة اليمنى. مين قريب عليه؟ رأسية، مين تقابل؟ دالة رأسية، لكن غونزالو يمررها إلى يوسف عبد الرزاق لتصل في الجهة اليمنى. أيوب عسال، رابح يحيى يسقط في أرضية الملعب، خطأ موجود. على فكرة هم على مستوى النهائي التقوا مرتين، موسم 87-88 و2004-2005 نهائي هذه البطولة وفاز طبعا السد، لأنه كما ذكرنا الوكرة لم يحقق اللقب. إذا اللقبين من 18 بالنسبة لنادي السد كان أمام نادي الوكرة. هذه لدينا الكرة الآن تنقل في الجهة اليسرى لمصلحة رابح يحيى، محاولة موجودة لدحيل ينتظر، هذه كرة رابح يكسب ركلة زاوية. بدأ يضغط الوكرة بشكل أكبر، بدأوا يقتربون، يتواجدون الآن في منطقة نادي السد. الكرة التي تتحول إلى ركلة زاوية، كرة تتحول إلى ركلة زاوية على يمين مشعل برشم، على يمين مشعل برشم. 55 دقيقة مشاهدينا الكرام، متابعين في كل مكان على أحداث هذه المواجهة، 10 دقائق على شوط اللقاء الثاني. وهذا أيوب عسال، عمر صلاح وحده
مشعل يا برشم يتصدى لكرة بطريقة جميلة جدا، كرة وكأنها في المرمى لكنه يقفز يطير يبعد الكرة إلى ركلة زاوية أخرى، يقتربون النواخذة لكن هناك سد لا زال لم يخترق، لا زال لم يتجاوزه، لم تتجاوزه الأمواج. كرة تلعب عالية رأسية إلى خارج أرضية الملعب. يا على الكرة الماضية، التسديدة حلوة، التسديدة يعني جميلة، لكن تصدي هذا اللي خبل الصورة، اللي خبل الصورة وهو طاير في السماء، ها يعني صورة الموسم لك يا مشعل يا برشم. جميلة، التصدي رائع جدا. هذه الكرة أمامية في الجهة اليمنى، يوسف عبد الرزاق ناحية بغداد يعيدها لأوريبي، لا زال وسام رزق لم يجري أي تغيير حتى الآن. كرة تلعب في المساحة ناحية وعد، التدخل راح باولو، راح باولو، راح باولو. أوه يا باولو، أوه يا باولو، أوه يا باولو. هذا يوسف عبد الرزاق، أعتقد هو اللاعب الوحيد يوسف عبد الرزاق، لا يعني اللي لعب للفريقين، فريق الأول في الصوبين. نعم تقول لي طارق سلمان ابن الوكرة، لكن أقول لك على مستوى الفريق الأول يوسف عبد الرزاق راح يعارة لأنه فترة للوكرة. هنا لدينا كرة الآن تلعب في الجهة اليسرى، أيوب عسال يحاول، أيوب يمر، أيوب يعيد إلى دالة، هذا دالة، هذا خطر، هذا كبير، وتسديدة الصد في عبد الله اليزيدي إلى خارج أرضية الملعب. متى سيتدخل وسام؟ هيدوس ينتظرونه، يبدو بأن أيضا اللاعب بيدرو يتجهز، بيدرو ميغيل يتجهز ليكون، ومصطفى طارق أيضا هو الآخر قاعد يجري عمليات الإحماء. هذا الثلاثي يجري عمليات الإحماء، وهنا لدينا رأسية اصطد من خلالها بغداد. سلامات سلامات، اليوم راس تلقى من الضربات ما تلقى بالنسبة لبغداد، واحدة تلو الأخرى. مباراة جيدة بغداد، مباراة ممتازة بغداد. شوف الحلو، تصدي حلو، أنا يعني تخيلوها هدف، لكن شلون راح لها باليد العكسية، ها بطريقة وجنب وردة فعل. الله يحفظك، الله يحفظك يا مشعل يا برشم، جد يعني رجل يقدم أداء كبيرا جدا ومميزا جدا بالنسبة لمشعل برشم. عنده إن شاء الله شهر 6 الفيفا دي، مبارتين أفغانستان الهند، وبعد ذلك إن شاء الله شهر 9 نبدأ معاكم الجد. أوه الجد 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 والذهاب إلى كأس العالم 2026، 8 مقاعد ونص المقعد. رمية جانبية في الجهة اليمنى، عبد الله اليزيدي لمصلحة الزعيم. حتى الآن لم ينجح الوكرة في التعديل، حتى الآن أتحدث، حتى الآن أتحدث، لأنهم لن يهدأوا على الإطلاق، على الإطلاق يريدون ذلك. بني الطو لناصر اليزيدي يلعب الكرة الأمامية، على فكرة ناصر اليزيدي كان يبي يسدد الكرة في المرمى لأن مشعل برشم كان متقدما. هذه لدينا الآن كرة في الجهة اليمنى، اليزيدي كرة عادت إلى حمدي فتحي، فتحي إلى ناصر في الجهة اليمنى، ناصر يحاول ناصر أن يمر ناصر لكن كرته لا تمر، والخطأ الذي يأتي لمحمد وعد، يأتي لمحمد وعد، حاول. شوف التدخل على محمد وعد والسقوط في أرضية الملعب،
وذكر بأن أيضا صحيح وعد أيضا وعد من الأسماء التي لعبت للطرفين لعبت للطرف اللي موجودة تحدث نعم على مستوى التاريخ في أسماء لكن أتحدث الآن الموجودين عندك يوز عبد الرزاق عندك محمد وعد وعندك أنت يا طارق يا سلمان ها ولا في بعد ولا في بعد أعتقد ذلك أعتقد هذه هي الأسماء التي لعبت للطرفين لعبت هنا وهناك هذه الكرة الآن تلعب كرة تحولت في الجهة اليمنى لمصلحة نبيل عرفان يعيدها إلى سانسيبري لوكاس وصلت لعمر صلاح ينقل الكرة بشكل ممتاز جدا لرابح يحيى في الجهة اليسرى السلام يأتي الله على محاولة مرور لكنها لا تصل بعد ذلك تحولت في المنتصف تصل الآن تعود الآن لمصلحة نادي السد السد لم يغب يعني كل بطولة 51 قبل هذه البطولة وصل إلى نصف النهائي السد 42 مرة وصل النهائي السد 42 مرة سلامات برافو يا لوكاس يمندف بروح رياضية ويريد أن يصل للمرة 43 هذا الزعيم أكثر من وصل ووصل إلى 28 نهائي خسر 10 وفاز في 18 وصل 28 نهائي من أصل 51 نسخة يعني أكثر من النص 50% السد في النهائي هذا مين يقول الإحصائيات تقول الأرقام تقول في كل بطولة 50% السد في النهائي من يمتلك هذه النسبة فقط هو الزعيم ويريد أن يصل إلى نصف النهائي رقم 43 ويحقق لربما اللقب رقم 19 لوصوله لكنها ليست بالسهل لأن طلاب البطولة كثار اللي يبون البطولة كثار وأنت لازلت عند الوكرة لازلت أمام الوكرة راح نشوف الأيام القادمة كيف ستكون الأمور هذه لدينا كرة الآن تلعب من البكري وصلت لدى أكرم السلام من أكرم يناظر يمرر الكرة خاطئة رابح عنده الكرة يحيى التدخل من أوريبي ممتاز أوريبي في عملية نقل الكرات التي تصل لدى بغداد يمرر مقروءة من حمدي فتحي ينقلها لبنية الطومة مع طارق سلمان يحاول من أمام طارق الضغط الذي يأتي والكرة التي تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الوكرة رمية جانبية في الجهة اليمنى هذه الكرة الآن طارق سلمان باولو رأسية وصلت لدى دالة هي لحظة هذا من نوعية اللعيبة اللي يبيل لحظة بس متى ما جاءت اللحظة اعلم بأنه سيصنع لك أمرا خطيرا جدا رابح يحيى يتقدم الآن يحاول الآن إلى أيوب عسال مقطوعة من غونزالو الكرة الأمامية تنقل طويلة وصلت للبكري وبعدها إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية لبغداد منجح رمية جانبية لبغداد منجح 65 دقيقة بمعنى بأنها مرت 20 دقيقة على أحداث شوط اللقاء الثاني عشرين دقيقة عبد الله اليزيدي
على تنفيذ الرميه الجانبيه وصلت لدى اكرم، عادت لعبد الله اوريبي في منتصف ملعب اللقاء، تعود لوعد، غير اتجاه اللعب في الجهه اليسرى باولو من مسافه، باولو تسديده بعيده تماما الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى لمصلحه نادي الوكره. هذا سان سيبري لوكاس، تلعب سريعه، حولها لداله، معلم في القراءه، حمدي في اعاده الكره مره اخرى، الكره، الزحام، الصراع، وتحولت لدى بغداد، بغداد، بغداد يقاتل وكانه يعود بغداد الذي عهدناه، الكره تحولت، ناصر يحاول ان يمر من باولو، تعود مره اخرى عن طريق اكرم، اكرم تحولت لدى غونزالو، غونزالو لدى اكرم، واكرم يمر، اكرم يمر عنده الكره، اكرم يحاول، اكرم لا زالت الكره بين اقدامه، هذا اكرم يمرر لباولو، باولو لبغداد، بغداد للثاني والثاني، اوبو عن اي كرة اضعتها يا يوسف، عن اي كرة اضعتها يا يوسف، نعم يوسف عبد الرزاق يضيع كرة الهدف الثاني بطريقة غريبة جدا، بل بغداد من أضاعها في اللحظة الأولى، وثم بعد ذلك يأتي يوسف عبد الرزاق ليضيعها في اللقطة الثانية. أريد أن أرى الإعادة لتصدق عيناي ما رأته في اللقطة الأولى، يا ليت يا ليت أشوف الإعادة، أشوف الإعادة. لدينا مشعل برشم، لأن ما مصدق أنا اللي صار غريب عجيب، اللي صار غريب عجيب من خلال الكرة الماضية، هذا يوسف عبد الرزاق، هناك راية وتسلل على يوسف، الآن أعطني الإعادة لو سمحت، لو تفضلت، عمر علي سيغادر أيوب عسال، لا 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 لا، خل موضوع التسلل هذا، أنا أبي شلون ضاعت، أنا أبي شلون ضاعت، عمر علي يعوض أيوب عسال، شلون ضاعت على يوسف عبد الرزاق عمي. عند الدقيقة 68 رمية جانبية، هنا جماهير الوكرة، سلام من جماهير الوكرة، لكن إلى الآن لم يأتي التمام من لاعبة الوكرة، هذه الكرة الآن سان سيبري لوكاس ناحية عمر صلاح في الجهة اليمنى، نبيل عرفان إلى ناصر اليزيدي، خذوا هات في الجهة اليمنى مع باولو، يسقط باولو، يكسب خطأ باولو، هذه لم شوف، نعم ضاعت وغريبة ضاعت، لكن في شك انه بغداد في موقف تسلل، في شك انه بغداد كان في موقف متسلل، يعني كتف بغداد شوي زايد على سان سيبري لوكاس، يدوب يعني فيها شك بسيط. الكرة الماضية هنا لدينا خطأ، مشعل برشم يدوب، هي كرة عمر صلاح الخطيرة والإبعاد الخرافي الذي كان من مشعل برشم، كان إبعاد خرافي من مشعل برشم، هل يتفوق وسام على علي رحمة، هل يتفوق وسام على علي رحمة ويقابل لدحيل في نص النهائي، مرتقب أيضا، أمر مرتقب والله، كل اللقاءات مرتقبة، اللي جاي اللي احنا فيه صعب، واللي جاي أصلا ما في شيء سهل على الإطلاق. سان سيبري لوكاس حولها في الجهة اليمنى، نبيل عرفان يعيدها لسان سيبري لوكاس، مينديز عنده الكرة، حمدي فتحي سلام موجود، محاولة نقلها في الجهة اليمنى،
نبيل عرفان في عملية استلام، ينتظر، يحاول ينقل الكرة الأمامية، عمر علي يريد ينقض على طارق سلمان لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة نادي السد، ما يبون هنا الوقت يطالبون بسرعة التنفيذ. جماهير الوكرة تتحدث مع محمد الشريف، يا أخي يقولون انتبه لنا للوقت، انتبه لنا للوقت. هذه الكرة الآن نقلت في الجهة اليسرى عن طريق دالة مع عبد الله اليزيدي، لديه بطاقة صفراء عليه أن يحذر. كرة وصلت ليوز عبد الرزاق، هذا غونزالو بلاتا، بلاتا في الجهة اليمنى. شوف مين معه، بنيطو معه، بنيطو معه، يا سلام على بنيطو وإصرار بنيطو وعودة الكرة لبنيطو في المساحة لدالة. نعم في المساحة لدالة، مررها دالة، وصلت لعمر علي الكرة التي لا زالت عن طريق رابح يحيى. هناك راية وتسلل، راية وتسلل على عمر أو على عمر علي، على عمر علي ولا دالة، دالة مو متسلل، دالة مو متسلل، اللي ممكن متسلل عمر علي ولا عمر علي ولا عمر علي ولا عمر علي، ما أدري ما أدري. هو تأخر لكن هل أكد للفار، لأنه لا الحالة الأولى يعني كرؤية ما كان متسلل، ما كان متسلل دالة، أعتقد ذلك، ولم يكن حتى عمر علي متسلل، ولذلك غريب. راية حمد العجي كانت غريبة. كرة الآن تلعب من محمد البكري، بطاقة صفراء لمشعل برشم، بطاقة صفراء لمشعل برشم. كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، لدينا رمية جانبية. يا هيدوس، يا هيدوس، يعني يلا وسام جيب الهيدوس، وسام نبي نشوف الكابيتانو، يريدون أن يرون الهيدوس لأنهم يطمئنون عندما يرون، لأنهم يعلمون تماما بأن الأمور ستصبح بخير، لأنهم يأملون تماما بهدف آخر، لأنه يمتلك الكثير من الخبرة، لذلك يريدون الهيدوس ويرون فيه قائدا لا مثيل له، بل إن الأرقام تقول بأنه الأفضل على مدى التاريخ. هذه لدينا الآن كرة وصلت، إبعاد عادت، وعد يتدخل، بعد ذلك عمر صلاح، صافرة موجودة، بطاقة صفراء على عمر صلاح، بطاقة صفراء السادسة، السادسة في المباراة. هذا التدخل، نعم نعم، قرار سليم، قرار سليم من محمد الشريف. شوف أولا كان على القدم اليسرى وبعد ذلك الإعاقة التي كانت حاضرة موجودة، والآن يغادر تسعة يوسف عبد الرزاق، كثافة زيادة في وسط الميدان عندما يأتي اللاعب الدولي مين، مصطفى طارق، مصطفى طارق. عبد الرزاق يغادر ومصطفى طارق يأتي الآن، ومصطفى طارق يعوض. طبعا يوسف عبد الرزاق في منتصف ملعب اللقاء. هذه الكرة في الجهة اليسرى عن طريق أكرم، أكرم يحاول يمر، يتقدم أكرم، يلعب الكرة الخطيرة العرضية، الكرة التي لا زالت واحدة إلى خارج أرضية الملعب. أوريبي يسدد كرة قوية جدا، لكن أوريبي الآن راح يلخبطنا مع مصطفى، مع مصطفى طارق، الاثنين يعني تحسهم نفس الشكل. تجاوز، وش بعد تجاوز، كرة أكرم تجاوز، يعني لو سجلت الكرة الماضية لتدخل الفار وقال بأن الكرة تجاوزت ويلغى هدف أوريبي، لو أنا أقول لو. هذه كرة لعبت الآن عن طريق لوكاس مينديز، يحولها لدى دالة، دالة رابح
لعبة عرضية، اصطدت ولا ما اصطدت، تحولت ولا ما تحولت، في الجهة اليمنى محاولة رابح يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة السد. عبد الله اليزيدي، برافو عبد الله، برافو عبد الله. يعني هي أسماء تتوالى في الجهة اليمنى من يومك يا جفان، من يومك يا مسعد، من يومك يا يعني قول بيت اليوم عبد الله اليزيدي. أجيال تسلم أجيال، أسماء تسلم أسماء بالنسبة للسد في الجبهة اليمنى. هذه رمية جانبية عادت في الخلف، وصلت من لوكاس مندز أمامية لبنيطو رأسية، دال في عملية استلام لا يمر، إبعاد بعد ذلك حمدي فتحي لعمر، إلى حمدي فتحي يسقط خطأ، يأتي لمصلحة الوكرة في منتصف ملعب الزعيم. شوف هم التقوا في ربع النهائي ترى في 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 عام 2000، في عام 2000 التقوا في ربع نهائي هذه البطولة وفاز السد 3-2. في 2003 فاز السد 1-0. في 2005 كان النهائي بركلات الترجع. في 2012 في ربع النهائي السد فاز 2-0 على الوكرة في ربع النهائي. والجدير بالذكر أنه وسام رزق أحد الأسماء التي سجلت في تلك المباراة. متى؟ في 2012. وسام رزق أحد الأسماء التي سجلت في تلك المواجهة لمصلحة السد في مرمى الوكرة. في آخر مواجهة كانت على مستوى هذه البطولة كانت في 2020 أيضا ربع نهائي، انتهت 2-2 وفاز الزعيم بركلات الترجيح. إذن في كأس الأمير الوكرة لا يتغلب على السد، في كأس الأمير، في كأس سمو الأمير الوكرة لا يتغلب على السد. هذا التاريخ يقول، التاريخ يقول هذا الأمر. هنا لدينا لوكاس، ماذا يقول؟ سدد! الله على كرة لوكاس من مسافة بعيدة جدا جدا جدا، تتحدث عن 38 يارد تقريبا عن مرمى السد، وكاد أن يفعلها لولا مشعل برشم، لولا مشعل برشم، تسديدة قوية جدا من لوكاس. وهذه الكرة الآن داخل منطقة الجزاء، تمر من الكل، تعود بعد ذلك لمصلحة بنيطو، بنيطو مع عدالة يلعب الكرة العرضية خطيرة، أبعدت وتصدى لها مشعل من أمام ناصر اليزيدي. هناك لاعب واقع في أرضية الميدان هو حمدي فتحي. الله على الكرات والله على مشعل برشم، يتصدى لكل الكرات شوف هذه غريبة. الكرة لعبت ولكن برافو لمشعل برشم في عملية التصدي، تألق كبير جدا، وكاد ناصر أن يأتي بالخبر السار وخبر التعادل لولا مشعل برشم. شوف التسديدة هذه، أوبا يا لوكاس، أوبا يا لوكاس، يا مندز يسار قوية، لفت 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 ومتابع معاها ورايح وطاير ويا مشعل برشم ليتصدى لهذه الكرة الخطيرة. يأملون ولا زال الأمل يحدوهم بأن الوكرة يعود، ولا زال هناك 11 دقيقة متبقية من عمر هذه المواجهة، والوكرة يتأخر أمام السد 0-1. هذه جماهير، وهذه جماهير الزعيم،
وهذه جماهير الزعيم هنا ما بين هذان الرجلان. ليش؟ لأن عبد الله بريك وأسام تجاورا في فترة من الفترات على مستوى اللعب. خالد منير مهاري آخر، فكر آخر، وهذا حمدي فتحي هل يستطيع أن يكمل؟ ما شاء الله يا حمدي، ما شاء الله تبارك الله يا حمدي. هذا حمدي الذي يترك أرضية الملعب بعد التدخل، كان حاضر موجود. سيأتي الآن تغيير، مين اللي غادر؟ مين؟ مين؟ ما أعتقد حمدي فتحي، لأن حمدي فتحي ماسك المشاكل والأمور في وسط الملعب. زين، عمر صلاح أيضا يقوم دور كبير. الأسماء اللي قدام، هل يغادر دالة؟ ما يعني ما أقدر أفيدك. مين يغادر؟ ما أقدر أفيدك، لكن أفيدك بأن هنا لدينا كرة خطيرة لمصلحة السد لثاني الأهداف، لكنه بعدت من الدفاعات. غونزالو عنده الكرة، غونزالو بغداد يزيدي، غونزالو يريد أن يسدد الكرة التي تبعد أمامية طويلة ناحية بن يطو، وعلام يبعدها، ومن سيغادر؟ عطني عمر صلاح، عمر صلاح، خالد منير يأتي، خالد منير من قال عنه علي رحمة. أوه، عين السيح، هذا للكل عين السيح. ليش؟ الكل يحبه. جاب لك كاساسيا، جاب لك كاساسيا. مين؟ بارتولومي لوبيس. تنتن يظهر في الصورة، لكن ملامحة تؤكد بأنه يعني ليس بالسعيد، ليس بالسعيد. خالد منير من قال عنه علي رحمة ممكن يخسرك مباراة وممكن يفوزك في مباراة. خلينا نشوف هل تصدق مقولة علي رحمة في خالد منير. هذا مرور يأتي من دالة، بعضا من سحر دالة لم يأتي بعد. هنا يأتي سقوط حمدي والخطأ الذي يأتي بالنسبة لنادي الوكرة في مكان خطير يا جماعة، خطير جدا لمصلحة نادي الوكرة. وكرة يتمركز في ملعب السد، والسد يستقبل هذا الكم من الضغط، لكن لا زال متقدما، لا زال متقدما. لدينا الآن كرة دالة وخالد منير، خالد منير ودالة، دالة يلعب عالي، خطيرة تلعب عالي، رأسية بغداد في عملية الإبعاد، والكرة التي تصل لطارق سلمان. طارق سلمان، كرة الآن من بغداد، يحاول بغداد تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى ناحية الله يا مصطفى طارق. يا سلام يا مصطفى طارق، خروج بالكرة عالمي من مصطفى طارق في اللقطة الماضية، استلام من مسافة وبعد ذلك اللف والدوران، وهذا بيدرو الذي يعود من مسافة بعيدة جدا بعد غياب بسبب الإصابة. وعد وعلام، باولو ناصر يتدخل، رمية جانبية لمصلحة الوكرة، لمصلحة الوكرة. بيدرو، عبد الله اليزيدي، عبد الله اليزيدي يغادر، وبيدرو ميغيل يأتي الآن بعد غياب طويل من بعد كأس آسيا، وحتى يعني في كأس آسيا كان يعاني، أحاول أنه يرجع بس لا، قال لك خلينا نتأكد، والآن يعود بيدرو مرة أخرى إلى الملاعب، إلى الملاعب. رمية جانبية في الجهة اليمنى، في الجهة اليمنى، خبرة كبيرة جدا لبيدرو تعطي الإضافة بالنسبة لنادي السد. هذه لدينا الآن كرة في الجهة اليسرى عن طريق رابح يحيى، حمدي فتحي، حمدي، سان سيبري، لوكاس إلى حمدي فتحي عن طريق خالد منير، خالد منير إلى لوكاس مندز. وين يا لوكاس؟ بعيدة يا لوكاس، بعيدة تماما من لوكاس مندز إلى خارجي
أرضية الميدان. هذا علي رحمة. أموج البكرة. أمواج البكرة الوكرة عفوا. هل كانت عالية أم ماذا؟ اليوم لا زال هناك، نعم يعني متسع من الوقت، لكن هل كانت الأمواج عالية؟ هذا عمر علي عنده الآن يلعب الكرة العرضية، وصلت دالة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان، كرة خطيرة جدا وكاد أن يفعلها دالة. شوف هذه الكرة إلى عمر علي، لم يكن متسلل لأن تغطية بيدرو، وبعد ذلك الكرة التي لعبت ودالة إلى خارج أرضية الملعب بيسرى يلعب الكرة الماضية. محاولة على شوي، ارتفع شوي الموج، لكن الأمور عدت، وكان السد عاليا، وكان السد عاليا، نعم كان التحدي كذلك. هل يعبر؟ لكنهم إلى الآن يحاولون أن لا يفعل ذلك. هذه لدينا الكرة التي تلعب أمامية ناحية مشعل برشم. هذا مشعل، أنت لسه ترى حسن الهيدوس ما لعب حسن الهيدوس المحترف البرتغالي تشيكا أيضا لم يلعب، أيضا هو الآخر لم يلعب. تخيل هذا وسام، تدرون وسام شو يقول؟ وسام يقول خليني معك وسام، بعدين أقول لك إيش يقول وسام. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، لأنه يريد هذه المواجهة وسام، والسداوية يريدون هذه المواجهة بشتى الطرق، يريدون أن يقولوا بأن لا يستحصي على السد شيء. على كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، نعم اصطدت بالقائم، لكن قبل ذلك تجاوزت قرار زاهي بأن الكرة تجاوزت كرة بيدرو في الجهة اليمنى، نعم لفت في الهواء، وبعد ذلك الكرة اصطدت بالقائم. كرة تلعب أمامية ناحية عمر علي، هذا عمر علي ينقل الكرة لحمدي فتحي ينقلها في الجهة اليمنى لناصر اليزيدي يلعب الكرة العرضية، مرت من الكل، دالة، ماذا لديك يا دالة؟ مشعل نجمه، هذا اللقاء انتهت، خلصت، مشعل برشم نجمه هذا اللقاء دون منازع بكمية الفرص التي تصدى لها في شوط اللقاء الثاني، لكن دالة لمها وسددها بيسرى، وتصدى لها مشعل، نعم كرة خطيرة تحولت إلى ركلة زاوية، إيده على راسه الزعلان، ليه زعلان؟ قال لا تصنفوني بمدرب محلي، كلنا في الهوى سوى، يعني كل مدربين محترفين، نعم هو معاه حق، ولكن ايضا هم معاهم حق اللي يقولون المدرب المواطن، ما انت مواطن في النهاية، وسام مواطن ويونس مواطن، ويفخرون ترى هم لما يقولون عنك مدرب مواطن يتفاخرون بذلك، مواطن في مصاف المحترفين، لك نفس القيمة، وإن شاء الله تحصلون نفس اللي حصلونه، وأتمنى ذلك، نتائجكم تستاهل إنكم تحصلون اللي حصلونه. هذا حسن الهيدوس، هذه لدينا الكرة الخطيرة التي حاول من خلالها طبعا وسدد باليسرى دالة، وتصدى لها مشعل برشم، وتحولت إلى ركلة زاوية.
هذا داله وركنية الآن للوكرة عند دقيقة 90 10 دقائق يضيف حكم لقاء محمد الشريف ولدينا كرة لا زالت على ما يبدو وصلت نعم تحولت إلى ركلة مرمى 10 دقائق بالكمال والتمام 10 دقائق 10 دقائق كاملة مكملة إذن فيها الكلام وفيها الكثير مما يقال وسوف يقال في الدقائق العشر الأخيرة عند الدقيقة 100 ينتهي كل شيء والسد في مواجهة الحيل حلوة بعد حلوة هذا بنيطو يتقدم غريبة عدم خروجك يا برشم راية وتسلل تأتي الآن راية وتسلل على بنيطو من اللحظة الأولى لكن غريب عدم خروج برشم لأن الكرة طويلة شوف 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 نعم متسلل نعم متسلل 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 بنيطو كان في موقف متسلل لكنه عملية التمرير وكذلك جري عمر علي لم يكن بطريقة سليمة لم يكن بطريقة سليمة ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الزعيم واحد لا شيء لازلنا عند هدف بغداد في شوط اللقاء الأول عند الدقيقة 20 لازلنا نقف عند ذاك الهدف لازلنا موجودين هناك لازلنا موجودين عند هدف بغداد هنا تدخل من نبيل عرفان إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية عن طريقي طبعا أكرم عفيف في تنفيذ الرمية الجانبية كرة تلعب مرور يأتي تدخل كرة إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية أخرى لمصلحة السد باولو على تنفيذ الرمية الجانبية باولو لأكرم أكرم لباولو في الجهة اليسرى يلعب الكرة العرضية رأسية من مصطفى طارق لكنها مرت وصلت إلى غونزالو بلاتا حيوي جميل جدا يضع كرة جميلة الله انتهت الحكاية انتهت الحكاية وقالها بغداد انتهت الحكاية وقالها بغداد صدري بحر تلطم به امواج بامواج يبطي خبير الغوص ما جاب قاعة نعم صدري بحر تلطم به امواج بامواج يبطي خبير الغوص ما جاب قاعة هذا ما يقوله الان بالهدف الثاني بغداد من خلال هذا 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 اللف والدوران انظر الى بغداد يا عيني على تحرك المهاجم وفطنة المهاجم ولفة المهاجم راح من وراه راح من وراه خذاها من وراه وسجلها برأسه في مرمى الوكرة معلنا ثاني أهداف الزعيم الله يا زعيم الله يا بغداد قيمة فنية كبيرة جدا عادت أيام بغداد عادت نعم 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 هذا الهداف طلابه وايد لكن بعد ما فعل الآن أعتقد بأن المسألة 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 التجديد ولا المسألة التجديد ولا مين خذ الأصفر مين اللي خذ الأصفر علي رحمة خلصت أراها انتهت أراها عدد لا الفار يقول تعال الفار يقول هناك أمر على بغداد ها
في مسك على بغداد قبل لا تلعب الكرة. شوف المسك، قالوا قال لهم قرب قرب قرب. في شد، في شد شوي. شوف تيشيرت نبيل عرفان انسحب شلون. شوف شوف، خليك على تيشيرت. شوف انسحب وانترك ولف عليه ودار وسجل الهدف. سيلغى. نعم، تم إلغائه، تم إلغائه، وبالفعل هدف يلغى بداعي الشد. شوف شوف شوف، هذه كمارتنا إحنا، هذه إحنا. ها شوفه التيشيرت ارتفع راح ونزل، وبعدها خلص انتهى الأمر. واضح يعني، لا تحتاج إلى لف ودوران. نعم نعم نعم، شده الشد كان موجود والقرار سليم ويلغى هدف السد. ونعود إلى هدف مقابل لا شيء، واسحب البيت، اسحب بيت الشعر، اسحبه خلاص. لا صدري لا ظهري لا، خلاص راحت وعدت. ونرجع للواحد صفر، وأي فريق ممكن أن يتأهل، لأنه واحد صفر كل شيء وارد فيها، كل شيء ممكن أن يحدث في الواحد صفر، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. واحد مقابل لا شيء. هذه لدينا كرة الآن، محمد البكري يلعب بالنار، والكرة التي تصل الآن لمصلحة بغداد، ينقلها لغونزالو، غونزالو بلمسة، لكن أيضا سان سيبري لوكاس يتدخل، والكرة التي لعبت وصلت لدى أكرم. أكرم يريد ركلة جزاء، يقول له نعم كان لدي وكان لي ركلة جزاء. خطأ الآن يأتي لنبيل عرفان. أحداث غريبة عجيبة، أحداث غريبة عجيبة مريبة في الدقائق العشر الأخيرة. تلعب الآن أو يلعب الخطأ الآن أو ينفذ الخطأ الآن. الكرة الأمامية عالية ناحية بنيطو، استلمها بنيطو، أعادها لحمدي أو لوكاس مينديز، تعود إلى رابح يحيى، طالت إلى خارج أرضية الميدان. رغم أنه عشر دقائق، لأن العشر دقائق يديرها السد بشكل أفضل من الوكرة، يعني الخطورة قلت على مرمى مشعل برشم، قلت شوي، قلت. هذه كرة تلعب رأسية إلى خارج أرضية الميدان، رمية جانبية عند الدقيقة 99، والأمور تمضي من خلال هكذا مواجهة. هذا سان سيبري لوكاس إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية، بطاقة صفراء علي أسد، بطاقة صفراء علي أسد. نعم نعم، بطاقة صفراء لعلي أسد، كان يستحق ذلك. نعم نعم، بطاقة صفراء، لأنه يعني ما كان يتعامل مع يعني صاحب الكرات، يوديها للملعب، يردها، يوديها للملعب، ولذلك أتت البطاقة الصفراء. هنا لدينا الكرة الآن عن طريق عفيف، يلعب الكرة الأمامية، وبعدت وصلت لخالد منير، لا تصل، تعود لبغداد، بغداد عنده الكرة، بغداد يلعب الكرة العالية، رأسية تحولت، وصلت لدى عرفان في الجهة اليمنى، بن يطو يمررها إلى خالد منير، منير إلى لوكاس مينديز، مينديز مرت إلى ناصر اليزيدي، اليزيدي إلى رابح يحيى في الجهة اليسرى. الوكرة لم يستسلم بعد، وصلت لدى دالة، يسقط دالة، أبعدت الكرة، وصلت الآن. التدخل الذي يأتي والخطأ الذي يحتسب لمصلحة نادي الوكرة. تعال، بطاقات الصفراء ستشهر الآن لوسام رزق، وسام رزق خذ له بطاقة، أعتقد حمدي فتحي كان عنده أيضا بطاقة، 1 2 3 4 5 6 7 8
تسع بطاقات صفراء حتى اللحظة. وفي بعد واحدة في الدكة والمدربين الاثنين أيضا خذوا بطاقات من ضمن التسع، ولذلك الأمور يعني بهذا الشكل. قال له واحد خليني لوكاس، قال له خليني ألعب الكرة، خليني ألعب الكرة. هذا سانسيبري يلعب الكرة ناحية بنيطو عالية، معلام في عملية إبعادها، والكرة بعد ذلك من خالد منير بدورة يلعب الكرة العالية، وصلت لنبيل عرفان، نبيل بالرأس لخالد منير، السلم كورته، لعب كورته، اصطدت، تحولت، عمر يتدخل، تصل من مصطفى إلى بغداد في الجهة اليسرى، لا يمكن تحويل الكرة، وصلت لجونزالو بالاوتو، والبكري في الإبعاد، والبكري في الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، أبعدها إلى ركلة مرمى. وين وصلنا؟ أعتقد نعم يعني هدف السد راح ناخذ الدقائق اللي سجل فيها بغداد، ورجعنا للفار واحتفلنا، هذا كله محسوب، ولذلك على الأقل دقيقتين راح يضاف، يعني نضيفهم، راح نضيفهم بعد دقيقة، بعد دقيقة وسام، بعد دقيقة، بعد دقيقة، لأنه فار واتخذ قرار واحتفالية طويلة عريضة من لاعيبة السد، محتاجين بعد دقيقة. هذه الكرة الآن إلى لوكاس مانديز، إلى لوكاس مانديز، صك وحك، نعم الكرة الآن التي تلعب، حمدي فتحي، حمدي فتحي، ماذا لدى الوكرة؟ كرة تلعب في المساحة لناصر اليزيدي، ما بين اثنين، كرة أبعدت من وعد، تحولت، وصلت لدى سانسيبري، عرفان، نبيل في الجهة اليمنى، تبعد، تتحول إلى خارج أرضية الملعب. مين يمر؟ مين يواجه لدحيل؟ يقولها الزعيم، أنا هنا، أنا موجود، أنا لا أزال حاضراً، هي بطولتي، لا يمكن أن يغيب موسم، ولكنه الآن يعبر الوكرة ويلتقي بلدحيل في مباراة لن